وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. بعد التحية، نتابع يوما بعد يوم بيانات التضخم وارتفاع أسعار وتعطل سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم، وذلك طبعا بقيادة الأزمة الأوكرانية ونتيجة تداعيات جائحة كورونا. كيف ترى الوضع عالميا وتوقعات خلال الفترة المقبلة؟ مساء الخير لحضراتكم. طبعا الأزمة في يعني بتشتد سوءا يوما بعد يوم، ولكن اسمحي لي أن أولا أن أقدم واجب العزاء في الشيخ خليفة آل نهيان رئيس دولة الإمارات، رحم الله طبعا رحمة الله عليه. الضغوط المتزايدة على المجتمعات للأسف بتتأثر يوم بعد يوم، واحنا تقريبا بدخولنا للشهر الثالث في الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأسواق العالمية بتدي معطيات أساسية بوجود فشل كبير في العديد من الدول المتقدمة للتعامل مع الأزمة وإنهاء هذا الأمر اللي مؤثر تأثير كبير جدا من جراء جائحة كورونا، وأدت لزيادة حجم التضخم ومؤشرات التضخم على العديد من الدول حتى وصلنا للحرب التي يعني تئن منها الشعوب في العالم. ارتفاع في مستويات الأسعار الأولية سواء البترول أو الغاز أو الغذاء والطاقة، زي ما حضراتكم سردتم كده العديد من الدول النهاردة كل الأسر وكل المجتمعات بتتحدث عن ارتفاع كبير جدا في كل مستويات الأسعار. اتنين، ده بيؤدي لتآكل مستوى الدخل لجميع الأسر في العالم كله سواء الشرقية أو الغربية. النهاردة في ارتفاع في مستويات الأسعار للفايدة، فبتزيد من الأعباء المالية على الدول، خروج الاستثمارات من الدول أو الأسواق الناشئة ثم الدول المتوسطة الدخل. كل المسارات دي يا فندم النهاردة بتؤجج الصراع داخل الأوضاع الاقتصادية، بتنعكس على الشعوب بارتفاع كبير جدا في مستويات التضخم. اللي بيسابق الزمن هو من يعمل ويجتهد في حفاظ على أمن القومي الغذائي. أعتقد واضح جدا أن المجهود المصري اللي بتقوم به، مثلا مصر بعض من الدول اللي هي في آسيا بتحاول تقنن أوضاعها، يعني زي ما بيسمى بالتقليل من التبادل التجاري أو تستبدل الأمور بالاعتماد على أنفسها من المحاصيل والمنتجات داخل دولها، تأثير كبير جدا في كثير من القطاعات يا فندم، لأن ابتدت يكون في واضح في الأسواق العالمية تراجع كثير من السلع والخدمات. صحيح. اللي بتقدم للدول. طيب، ارتفاع نسبة التضخم، توقع حضرتك للفترة اللي جاية السيناريوهات المتوقعة حول العالم لاحتواء هذه الأزمة الاقتصادية؟ خلينا نقول لحضراتكم كل العالم النهاردة بيتحدث ان ارتفاع التضخم بقى اصبح غير مسبوق. امريكا بتتحدث التضخم عندها وصل قرب 8.5%، لم تشهده من 40 سنة. انجلترا نفس الحال قرب 8%، لم تشهد هذا الارتفاع في التضخم منذ اكثر من 25-30 سنة. المانيا النهاردة في الخبر اللي حضراتكم في صدر الاخبار، اول مره النهارده بيتحدث المستشار الالماني مع الرئيس بوتين. اعتقد ده من خلفيه ان المانيا اصبحت على شفا تداعيات اقتصاديه مؤثره جدا، وخلي بالنا ان المانيا تعتبر العمود الفقري في الاتحاد الاوروبي، اللي هي بتساند الاتحاد الاوروبي في الازمات الماليه. طالما حدثت ان ممكن يكون في زي نوع من التفهمات السياسية، أعتقد ده ممكن يقلل من التحديات الاقتصادية. ولكن اسمحي لي خلينا ننبه، إذا انتهت الحرب اليوم أو الآن أو في الساعة الآنية، سوف يكون تداعياتها وأثرها أعتقد لن يقل عن سنة أو سنتين. ده وفق المؤسسات الدولية اللي بتتحدث كثيرا أن الحروب وما تستدعيه من أثار بتؤثر تأثير كبير جدا على مستويات ارتفاع الأسعار والتضخم، والأسر بتئن من هذا الأمر. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.